في هذه الأثناء يتواصل القصف الشديد على غزة. طبعا كنا نتابع قبل قليل ألسنة الدخان تتصاعد في السماء، وواضح أنها مكثفة بشكل أكبر حتى من الأيام السابقة، واعتدنا كل ليلة أن تشهد غزة مثل هذه الصواريخ وإطلاق الصواريخ كل يوم تقريبا أو كل ليلة. يأتي هذا مع استمرار سقوط شهداء في صفوف الفلسطينيين، تجاوزت الأعداد 10,000 ونصفهم تقريبا من الأطفال. إذن كما يعني كما نتابع هذه الصور، يؤسفنا في الحقيقة أن ننقل لكم هذه الصور، كل انفجار من هذه الانفجارات وكل صوت لهذا القصف الذي يدوي هو يعني يشي ويخبرنا بأن هناك عدد من الأطفال، من النساء، من الشيوخ، من الأهالي في فلسطين يقعون ويسقطون شهداء ويرتقون عند الله بسبب هذا القصف المتواصل. ربما ونحن نتابع هذه الومضات التي تبدو على أنها للحظة حريق ما شب في أحد المناطق ومن ثم تنطفئ مجددا، بحسب محللين عسكريين ومراقبين كانوا يتحدثون عن نوع الذخائر التي ربما يلجأ لها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأزمة خصيصا، وهي أنواع من الذخائر ربما لم تشهدها من قبل الاشتباكات الإسرائيلية أو العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. المراقبين العسكريين يتحدثوا بأن يعني حجم الدمار الكبير جدا الذي يحل بعدد من المناطق التي حتى كلها قد اختفى من على وجه الأرض ينذر بأنه يتم استخدام مواد يعني سريعة أو كبيرة الانفجار، وحتى البعض بدأ في الحديث عن شكوك بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يستخدم أو ربما يستخدم في هذه الأزمة ذخائر مزودة باليورانيوم المنضب. أيضا كان هناك تقارير دولية خرجت تؤكد بأن جيش الاحتلال استخدم في هذه الأزمة الفوسفور الأبيض الحارق، وهو ما يؤدي إلى مسح مناطق بأكملها من على خريطة قطاع غزة من ناحية، وأيضا المصابين أو الناجين إذا كان يعني إذا كان من الممكن أن نعتبرهم ناجين، من نجا قد خسر عائلته وجيرانه وكل ما يملك تقريبا، فإن كنا نعتبرهم ناجين فهؤلاء الناجين الذين أصيبوا بذخائر الفوسفور الأبيض تعرضوا لحروق كبيرة جدا وجسيمة لا يتخيلها أحد، حتى الأطفال في الصور التي يعني تخرج من داخل المستشفيات تعرضوا لإصابات بحروق خطيرة للغاية. إذن هذه هي الصور التي نتابع فيها القصف المستمر على قطاع غزة.